واطلين تاع قولوا لي تا الخير تبارك الله اللي عطاك يا ربي الخيرات وشتي والله وما بارك تاع قولوا لي طلعين شنو درت ما هو العمل الذي قمت به انا غادي اندار باي باي افاندو انداري اكازا عطي كلشي كيصيفط ليا كيقول لي شنو السبب انك ما تعلمتيش اللغه الايطاليه زعما انت في ايطاليا والله العظيم شوف الانسان ملي كيكبر والله يتفر تما فريمون راه وقع لي ماشي غير انا بزاف ديال الناس كنهضر معاهم كيقولوا لي راه ملي الانسان كيكبر راسك سبحان الله العظيم داكشي علاش الدري الصغير بخاف كيتعلم حنا شرفنا شرفنا ما بقى تقبل لنا شي وحده غلب الله بصح جميله خوت ترى البرد ضربت الزاكيطه هادي علاش ضربت الزاكيطه طلعت للدار هو الاول ضربت الزاكيطه زيت معايا الطاك البيكالا انا غير ليدل خاصنا المعونه شتي الحياه ديال الغربه كيفاش دايره فرق كبير يا عمري دابا هنا ملي كتبغي تحتاج شي حاجه مثلا انا مثال البيض او الخبز او شي حاجه يعني محتاجه هذا هو العامل اللي كنعانيو منه العامل الاساسي نقول لكم زعما هذا هو المعاناه اللي كنعانيو بحال الحوايج هذا هو اللي ملي كنتحنسرو بزز منك خاصك تحوج شي تقدع من الغالب الله تجاب الله تحياتي